مرحبا، كيفكن؟ معكم براء، دراسة طب الأسنان في جامعة البيروني لعام 2021. خلوكم معنا لتعرفوا كل التفاصيل. تأسست جامعة البيروني عام 2014، رغم أنه الفترة اللي مضت على تأسيسها هي فترة قصيرة تعتبر، إلا أنه الجامعة ما زالت لتاريخ اليوم عم تثبت جودتها وكفاءتها، لأنه هي جامعة مواكبة لأفضل الجامعات العالمية من ناحية مصادر التعليم والمحتوى اللي عم تدرسوا فيها، بالإضافة لأنه أجهزتها الطبية بالذات تعتبر أجهزة متطورة جدا، والمشافي اللي فيها تعتبر أيضا جدا قوية. لهالسبب جامعة البيروني صارت وحدة من أحسن الجامعات الخاصة اللي عم تعنى بتدريس المجال الصحي. كما أن الجامعة استمدت اسمها جامعة البيروني من العالم التركي الشهير أبو ريحان البيروني، اللي هو كان عالم في كل من الطب، الفيزياء، علم الفلك، الصيدلة والجغرافيا وغيرها كثير من العلوم. بتضم الجامعة أكثر من 6000 طالب متوزعين على 6 كليات، اللي هن كلية الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، كلية العلوم الصحية، كلية التربية، ومعهد تدريسي مهني للعلوم الصحية. مثل ما احنا شايفين انه اغلب الفروع الستة اللي ذكرناهم هن فروع صحية. لما بنشوف جامعة عم تركز على مجال واحد بس، فنحن بنعرف انه هاي الجامعة فعلا كافة الجهود الموجودة فيها عم تتركز على هالمجال، فبالتالي المجال هذا رح يكون قوي. ومن هون اجا موضوع قوة جامعة البيروني لما نتكلم عن تدريسها للطب البشري أو طب الأسنان أو كل الفروع الثانية. الجامعة أيضا متوفر فيها برنامج الإيراسموس، اللي هو البرنامج التبادل الطلابي مع دول أوروبا، بما معناه بشكل مختصر رح نشرح عنه أنه الطالب فيه يدرس أحد السنوات الدراسية اللي عم يدرسها في جامعة البيروني بأوروبا، كما أنه الجامعات الأوروبية رح ترسل طالب ليدرس بتركيا. هاي الفرصة متوفرة جدا في تركيا، ولكن ما كل الجامعات فيها هالبرنامج. جامعة البيروني مثل ما ذكرنا موجود فيها برنامج الإيراسموس. الجامعة عم تلتزم بمعايير الجمعية العالمية لطب الأسنان الـ ADEE، وبالتالي اللي عم يتخرج من الجامعة عم يكون قدران على ممارسة المهنة حول العالم. ومن أهم التخصصات السنية اللي موجودة في الجامعة هي طب أسنان الأطفال، جراحة الفم والفكين، إضافة لتخصص التقويم. وبتدرس أيضا في كلية طب الأسنان أفرع مختلفة مثل الفيزيولوجي والبيوكيمياء، التخدير والبيولوجي، وبقية المواد النظرية الثانية. منهاج الجامعة متطور بشكل دائم، وجودة التعليم والكادر التدريسي أيضا ما في أي شخص من الطلاب اللي سجلنا له لتاريخ اللحظة اشتكى منه، كما أنه عم تدرس بكل من اللغة التركية واللغة الإنجليزية. وفي حال كنا بدنا نحكي عن الأسعار، فالجامعة موفرة كلية طب الأسنان بسعر منافس جدا. في حال أردت تدرس طب الأسنان باللغة التركية فأنت راح تدفع 13,000 دولار، في حال كانت باللغة الإنجليزية فأنت راح تدفع 15,000 دولار. في حال كان عندكم رغبة بأنه تسجلوا في جامعة البيروني عن طريق مركزنا، المركز الخوارزمي الأكاديمي، وتحصلوا على هالأسعار المميزة، فما عليكم إلا أنه تتواصلوا معنا عن طريق صفحتنا على الانستغرام، أو عن طريق رقمنا عبر الواتساب، أو عن طريق الكومنتات تحت، ورح نترك لكم كل التفاصيل عن جامعة البيروني في صندوق الوصف. شكرا كثير لكم، وانتظرونا بجامعة جديدة.